يا عمر، كنا عاملين نتكلم عن ان انت قلت كلمتين اتحرفوا، يعني انت قلت انا ما كنتش متزن نفسيا وقت العلاقه اللي اتكلمت عليها الصحافه كلها، مش عايزين نذكر اسماء برضه. طب انت عملت ايه بقى لما هي سمعت الكلام ده؟ هل كان في رد فعل؟ لا ما كانش زعل بقى. وليه يا عمر بتتكلم عليا؟ حد يا عمر قالك تقول عليا حاجه؟ كان في رد فعل بس برضه مش عايز، اكيد كان في رد فعل. ايوه التوابع بتبقى وحشه. وقعوني في مشاكل معنا. انا ما قلتش، انا بقى اصل احنا كنا بدايه الكلام مع المذيعه دي كنت برد على 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 حد، فبقول لحضرتك احنا انا كفنانه واحنا كبني ادمين الحياه مش بتمشي على وتيره واحده، سنه شغال وسنه كويس وسنه بقول لها السنه اللي فاتت 2023 انا ما كنتش كويس. مع احترامي للجميع، مين مننا ما كانش مثلا في فتره ممكن يبص في المرايه يقول لك انا مين بالظبط كده؟ انا مش عارف انا اخدت القرار ده ازاي. انا يا جماعه دلوقتي انا متضايق مش عايز حد يتكلم معايا غير يعني. بس عارف ساعات يا عمر تقول ايه؟ انا مش عايز اقول ان انا غير متزن نفسيا، الناس ممكن تاخد الكلام لك يا عم ده لا يا لا يعني ما كنتش كويس. كان احنا عندي كعبله. مش كمان ثقافه الطب النفسي يعني، انا بعمل برنامج كله عند دكاتره نفسيين، الناس تقول لك يا عم ده مجنون. يا لا، هو ممكن يكون نفسيا متضايق فيتعالج عادي. بالظبط بالظبط. عمرك رحت لدكتور نفسي؟ رحت طبعا. بجد؟ طبعا. قعدت تتكلم او كسفتش ان انت تقول قدام المجتمع يا جماعه؟ لا خالص. ايه المشكله؟ ده لازم، ده حاجه صحيه جدا. انا لازم كل فتره اروح واحكي مع حد واطلع واتكلم مع حد. تعرف تتكلم معاه على كل زمايلك؟ مش بتكلم على زمايلي بس، بتكلم معاه عموما في الحاجات اللي مضايقاني. اي مش في زمايل بتضايق وفي زمايل يعني؟ اكيد. عمر انت دخلت حروب كتير قوي. بص والله على قد كده، انا ما عنديش مشاكل كتير الحمد لله في الشغل. مشاكلي في العلاقات اللي احنا يعني انت بتروح للدكتور عشان العلاقات وسايب الشغل؟ يعني انت خناقتك مع حمو بيكا ولا خناقتك لا خناقتي مع حمو بيكا دي حاجه يعني عارفه دي كل يومين يا جماعه. خير بس ما تسالش دكتور نفساني خالص. لكن في حاجه ثانيه اسال دكتور نفساني جدا. انت فاهمه وجهه نظري؟ بتروح اكيد لازم تفضي اول باول، خلي بالك. بس فانا كنت بحكي بقول السنه اللي فاتت ما كنتش كويس، السنه دي انا في احسن حالاتي الحمد لله، فايق وشغال كويس، والسنه دي احسن من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما كنتش كويس، ما كنتش متزن. خدوا الكلام ده حطوه في علاقه وحطوا صوره ناس وحطوا اسامي ناس. طب ليه؟ طيب مع ان انا طلبت في البرنامج ده يعني، انا سجلت معاه قبل ما اطلع من مدينه الانتاج الاعلامي يعني، قبل ما اطلع يعني خرجت بره الاستوديو، ركبت عربيتي فمسكت الموبايل فويس. ازيك يا استاذه؟ مبسوط جدا، انا عملت معاكي حلقه كويسه، انا بس مش حابب اعمل حاجتين ثلاثه اربعه. ما بيبقاش في ايد المذيعه قوي يا عمر يعني، فاهم دي؟ انا اقدر اقول لك. انا مش عارفه انت بتتكلم على مين حتى. انا قلت لك مش زميله، لانه قصدي مش صاحبه، لان انا ممكن يكون ماليش صحاب مذيعين كتار، بس يعني زمايل كلنا يعني. انا كلمتك بعدها بيومين، مش في ايديها بعدها بيومين مثلا الحلقه خلاص بتمنتج الحلقه، ده انا كلمتك بعديها، ده انا قفلت وكلمتك. لا طبعا فعلا مش في ايديها. انا بقول لك هو حق الرد، عشان هي لو شايفانا او شافت الحلقه او بتتفرج تبقى عارفه ان هو ساعات فعلا مش في ايديها، فانت تلتمس العذر. وممكن فعلا تكلمك تقول لك عمر انا ما كانش في ايدي ان انا اعمل كده. اللي حصل لانه المحتوى مش بتاعي عمر، لكن كلامي اللي حصل بتاعي. اللي حصل حصل. طب اقول لك ايه؟